السلام عليكم أيها الأحبة، أيها الأخوة والأخوات في الله ورحمة الله وبركاته. في البداية رحم الله من قرأ سورة الفاتحة وأهدى ثوابها إلى أرواح شهدائنا السعداء الأبرار. قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العلي العظيم. اليوم هو ذكرى رحيل ابني الغالي الشهيد الاعلام السيد محمود السيد محسن. في مثل هذا اليوم فقدناك يا سيد محمود، ومضيت الى ربك وقد ابيت الا ان تعيش عدلا، وضحيت بزهرة شبابك من أجل أن يحيا من بعدك بعزة وكرامة. فالحياة الحقيقية هي الحياة الأبدية، وما هذه الحياة الدنيا إلا لعب لهو ولعب، وإن لدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وتأتي الذكرى الثانية مثقلة في جراحات القلب يا سيد محمود، ويزداد ألم الاشتياق من بعدك يا شهيد. حظيت بما لم يحظى به الكثير، تمنيت وأعطيت فأعطاك الله الوسام الأبدي. كنت دائما تتمنى الشهادة ونلت الشهادة، وهنيئا لك الخلود والسعادة المختارة من قبل الرحمن. هذا ما كنت تتمناه وما كنت تسعى إليه. بنيلك هذا المسام رفعت رأسي وألبستني ثوب العزة والفخر، وأحمد الله على ما جرى من قضائه وقدره والاعتراض على حكمة رب العالمين. نم قرير العين يا شهيد وستحيا من جديد. وكلمة أخيرة إلى كل عوائل الشهداء: إذا لم تجدوا عدلا في محكمة الدنيا فارفعوا ملفاتكم لمحكمة الآخرة، فإن الشهود ملائكة والدعوة محفوظة والقاضي أحكم الحاكمين.